بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. عنوان هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام: علاج البياض والماء الأسود في العين. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، حياكم الله سماحة الشيخ. إن شاء الله. الله يبارك بكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله بكم. سماحة الشيخ، هل توجد علة خاصة لإيجاد البياض في العين أو الماء الأسود؟ نعم. البياض في العين يكون من أثر الماء الأبيض في العين. هسه في المصطلح العلمي تتكدر فيه عدسة العين، بعدما تكون شفافة وتظهر بقعة بيضاء مائلة إلى الرمادي في وسط إنسان العين، وهو مذكور في القرآن الكريم: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إشارة إلى يعقوب سلام الله سلام عليه. الله عليه. نعم. لكن هناك العلل، ممكن علل توجد لهذا المرض. أحدها العلل إيجاد الجرح. هسه ممكن إحنا نذكر قبل هذه الأمور، نقول أن القرآن الكريم أشار إلى العلة بصورة واضحة، يقول: وبيضت عيناه من الحزن. يعني ممكن الإنسان من شدة الحزن وكثرة البكاء يبتلي ببياض العين، في البياض العين، بالأخص إذا كانت القضية ما ترتبط بالله تبارك وتعالى. نعم. الآن هذا من باب الاختبار والامتحان بالنسبة إلى نبي الله يعقوب سلام الله عليه. ممكن واحد كثرة بكاء عنده لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما رأينا أن شخص كثرة بكاء عنده على الحسين ويبتلي. نعم. إلا القليل النادر، وإن كان في بعض الأحيان بعد يصير اختبار وامتحان، كما أشرنا بعض الأسباب في المرض يكون من باب الاختبار والامتحان. يعني مهما أن الإنسان ما مرتكب أي ذنب أو معصية، لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يختبر هذا الإنسان. في عقيدتنا سماحة الشيخ، عفوا المقاطعة، نعم حبيبي، أنه حتى لو الإنسان كان مريض ويجي يبكي على الحسين، خلينا نحكيها بالشعبي، اي نعم، يرفع المرض ان شاء الله. نعم. ببركه السيد الشهداء، بركه الامام، فما بالك اذا تبكي على الحسين وتبتلي بمرض. نعم. هذا من سابع المستحيلات. نعم. برايي. نعم. انا لهذا نحن نقول من المستحيلات، لكن ان نقول ان صح التعبير. نعم. نقول من باب الاختبار والامتحان وليس في قضيه البكاء. كثير من الشعائر سماحه الشيخ، يعني جاي نشوف خدام سيد الشهداء. نعم. يعني ممكن اذا بغير طريق سيد الشهداء يسبب الموت، يعني. نعم صحيح. ولكن صحيح. ببركة سيد الشهداء هناك. نعم. إعجاز. نعم. للإمام الحسين سلام الله عليه، سلام الله، بحيث أنه لا يحس الشخص. نعم نعم. والحسين عليه الصلاة والسلام هذا هو سيد شباب أهل الجنة، والله تبارك وتعالى بحق الحسين يشافي جميع المرضى. صحيح. إن شاء الله. نعم. ألا نحن عندما نأتي إلى علل الأمراض بتعبير القرآن: وبيضت عيناه من الحزن، يعني معناته أن أحد علل إيجاد البياض في عين الإنسان أن الإنسان يكون دائم الحزن، دائم الهم والغم، وهذا ممكن يسبب البياض في العين. هناك توجد، غير ما ذكر في قضية القرآن الكريم وقضية يعقوب سلام الله عليه، توجد علل أخرى. إيجاد، ممكن إيجاد الجرح في العين، إيجاد الجرح في العين ممكن يسبب البياض في العين. نعم. استخدام بعض الأدوية لمدة طويلة في العين، بعض العلاجات الخاصة بالمواد الكيميائية دائما يقطر على مدة طويلة، هم ممكن تكدر العدسة في العين وتسبب نزول الماء الأبيض. بعد مرض السكر، ممكن من عوارضه تكدر العدسة. مرض السكري ممكن من عوارضه يبتلي الإنسان في قضية الابتلاء بالسكر. أمراض الالتهابية والعفونية في العين، هذا هم يسبب ممكن نزول الماء الأبيض على العين. عدم التغذية المناسبة، ممكن الإنسان غذائه مو مناسب، ممكن هم يبتلي في قضية بياض العين. التدخين، وهذا المرض شائع عند المدخنين. نعم. اللي يدخن كثير ما رأينا المدخنين يبتلون بمرض بياض العين.
الوقوف مقابل الشمس والنظر إليها، يعني حد النظر إلى الشمس، أو يوقف مثلا عمل معمول مثلا دائما حذر الشمس ويحد النظر إلى الشمس، هذا ممكن يسبب البياض في العين. هذه العلل الابتلاء بقضية بياض العين. بارك الله بكم سماحة الشيخ. هسه يجيك واحد يقول لك أنا أريد يعني أتقي هاي الشغلة، ما هي المؤمنات سماحة الشيخ من الابتلاء؟ من الابتلاء يعني أهل البيت كثير ما يؤكدون على المؤمنات. يعني قبل لا تبتلي بهذا البلاء يراونك الطريق حتى تشوف أن هذا الطريق يسبب لك فلان داء فتجتنب هذا الطريق. الآن هذه طريقة أهل البيت. أحد هذه المؤمنات قضية الاكتحال. الاكتحال جدا جدا يؤمن الإنسان من الابتلاء بمرض بياض العين. روى الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكحل عند النوم أمان من الماء، فلم يبين الماء الأبيض الماء الأسود، يعني بصورة عامة ومطلقة، هم نافع لبياض العين وهم نافع لنزول الماء الأسود في العين، وهذا يجر الإنسان إلى العمى، بعد ينجر الإنسان يعمى ويفقد البصر بنزول الماء الأسود. نستجير بالله من هذه الحالة. من جملة المؤمنات جدا نافعة قضية كثرة العطاس. نعم. كثرة ما الإنسان يعطس لا يسب، يعني لا ينجر العطاس إلى المرض. نقول في حالة طبيعية الإنسان يعطس، جاء في مكارم الأخلاق حتى تعرف فوائد العطسة حتى لا تتأذى من العطسة، انظر إلى هذه الرواية، جاء في مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كثرة العطاس يأمن صاحبه من 5 أشياء. خمس أشياء فائدة موجودة بالعطسة، ممكن ما هو سامعين المشاهدين الكرام، لأن هذا ما يوجد في طب أهل البيت عليهم السلام. أولها الجذام. تأمنك من ماذا؟ من مرض الجذام أو الآكلة، هاي اللي تقع في أعضاء الإنسان بالأكل حتى تصل إلى حالة من قطع العضو من كثرة ما يقع هذا الجذام، نستجير بالله منهم. والثاني الريح الخبيثة التي تنزل في الرأس، أرياح خبيثة تنزل في رأس الإنسان، ممكن التهابات، ممكن القصد من الريح هي الالتهابات في رأس والوجه. والثالث يأمن من نزول الماء في العين، سواء الماء الأبيض سواء الماء الأسود. والرابع يأمن من شدة الخياشيم، هذا إشارة إلى الالتهابات في الجيوب الأنفية، انسداد يقع في الجيوب الأنفية ما تسبب عدم ارتياح الإنسان وتألم الإنسان ووجع الإنسان في جبهته وإحساس الثقل في الجبهة، هذا من عوارض انسداد في الجيوب الأنفية بسبب نزول المادة الرطبة والباردة من رأس الإنسان. الآن عندما نأتي، والرابع يأمن من شدة الخياشيم، والخامس يأمن من خروج الشعر في العين، يعني ممكن الشعر حتى يطلع وين؟ بالعين. نعم. إذا تريد تأمن من قضية خروج الشعر في العين فعليك بكثرة العطاس. ولهذا وإن أحببت، قال عليه السلام يخاطب الراوي، قال له: وإن أحببت أن يقل عطاسك، بس أكو جماعة من الحساسية الفصلية، يعني هذا بعد يخرج عن حال الطبيعية والعادية، أكثر من اللازم يقوم يعطس، قال: تريد يخف العطاس؟ إن أحببت أن يقل عطاسك فاستعط بدهن المرزنجوش. دهن المرزنجوش، الاستعاط يعني شنو؟ يعني أن تقطر في أنفك الدواء، هذا يقولوا له الاستعاط. فإذا يقول فاستعط يعني قطر بخشمك دهن المرزنجوش. قلت: مقدار كم؟ كم مقدار؟ قال: مقدار دانق، يعني تقريبا نصف غرام يصير دانق. فإذا مقدار دانق يعني تقريبا قطرة منا وقطرة منا. قال: ففعلت ذلك 5 أيام. الراوي يقول: أنا 5 أيام كثرة عطاس، يعني تبين عنده حساسية فصلية اللي متأذي من كثرة العطاس، كثير ما نرى من الناس مبتلين بهذا العطاس. قال: ففعلت ذلك 5 أيام فذهب عني. الآن نحن عندما نأتي إلى فوائد العطسة اللي مو مذكور من جملة بالروايات لكن نستنتجها
من التجربة ونستنتجها ما في الروايات من حيث العموم. ما مانع عن السكتة الدماغية، لأن السكتة الدماغية من أين تجي؟ من انسداد في عروق الرأس، في من الانسداد في عروق الرأس. حينما الإنسان يعطس هذه العصة تحرك العروق، والرسوبات التي تقع في العروق تخرج، يعني أنها تمنع من السكتة الدماغية لأنها تفتح السدد في العروق. مانع من إيجاد الغدد السرطانية، كلما تلتم الغدة السرطانية كما قلنا أنها لا تبين في دفعة واحدة، إنما تحتاج إلى سنوات، الرسوبات شوية شوية يلتمن يلتمن إلى أن تتبدل إلى غدة سرطانية في الرأس. حينما الإنسان يعطس يحرك هذه الرسوبات فتخرج مع جريان الدم، فإذا مانع من إيجاد الغدد السرطانية في رأس الإنسان. رافع للالتهاب في الجيوب الأنفية، هذا الالتهاب اللي ملتم هنا في جبهة الإنسان، بمجرد أن الإنسان يعطس هذه الالتهابات تخرج. ولهذا نحبذ هذا المعنى أن المشاهد الكريم ولو بالأسبوع مرة واحدة يجبر نفسه على العطس. نعم بارك الله بكم. الله بما أنه ذكرت العطس سماحة الشيخ وإجبار النفس على العطس، نعم. هناك الكثير من الناس يعني يشوفه ما يعطس، نعم. إيه ما يعطس، مبتلي، نعم. بهذه القضية، إيه صحيح. وأكو ناس عندهم كثرة عطاس، صحيح. اللي مبتلي بقلة العطاس إذا صحت العبارة سماحة، إيه. شنو الطريقة اللي موجودة بحسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام لكي يعطس؟ ورد هذا التركيب الخاص، نعم. في روايات أهل البيت تجيب لك بذرة الكزبرة تطحنها، وورد البنفسج والكندوش. هذا الكندوش معروف، العطاطرة يعرفونه، يعني بالسواء من الكزبرة من الورد البنفسج والكندوش، الطحنة بالتساوي يطحن بالأسبوع مرة، تجعل مقدار على الظفر، يعني من هذا التركيبة اللي طحنتها طحن كامل شوية على الظفر تخلي وتستشم هذا التركيبة. بمجرد أن الإنسان يشم هذه التركيبة فيبدأ بكثرة العطاس، أقلاً يطق له تقريباً 20 عطسة، 20 عطسة يقوم يعطس يعطس يعطس، وهذا جيد. بالسبوع مرة الإنسان يجبر نفسه، هسه ذاك اللي هو كثير العطاس ذاك ما نتكلم، لكن ذاك اللي ما يعطس أصلاً، بالأخص هذول اللي ذوي الأطباع الباردة، بالأخص اللي رطوبة وبرودة براسة كثيرة، هذا إذا يعطس هاي العروق تحتل والانسدادات تحتل بواسطة كثرة العطسة. يعني عجيب أن العطسة لها قوة. كان أكو واحد جالس، يعني ما هو جلسة عادية، جلس وواضع رجله على رجل بحيث حينما عطس باعتبار انصابه في العمود الفقري، يعني العطسة جدا شديدة بحيث تخرج الجراثيم من وجود الإنسان. ولهذا ورد في روايته للبيت إذا الإنسان عطس يأمن من الموت 3 أيام، يعني ما يجي لك مرض خاص اللي تنهلك بواسطة هذا المرض، يعني معناته أن العطسة تدفع الجراثيم والميكروبات بشدة عن البدن وهي نافعة للبدن. لكن هناك بعد أمور التي تؤمن الإنسان من الابتلاء بالماء الأبيض، مسح الوجه بالحمد، طالما ذكرنا هذا المعنى عن الصادق عليه السلام: الحمد من قرأها إذا عطس مرة ومسح بها وجهه أمن من الرمد والصداع والبياض في العين. فإذا نحن نقول أن يمسح وجهه بالحمد، الحمد من قرأها وعطس، يعني إذا عطس يشيل إيده ويخليها على وجهه، هذا يكون آمن من الماء الأبيض. بارك الله بكم سماحة الشيخ. نطلع فاصل إن شاء الله، إن شاء ونرجع الله. نواصل بارك الله بكم أحبائي المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، نعود وإياكم لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. حياكم الله سماحة الشيخ، الله يحفظك وإياكم إن شاء الله، الله وفقكم الله لكل خير، الله يسلمكم. تحدثنا عن بياض العين يعني كثيرا قبل الفاصل، نعم، المؤمنات ومسائل أخرى
والعطسة وفوائد العطسة. نعم. بارك الله بكم جزاكم الله خير جزاء. نتحدث عن العلاج سماحة الشيخ. نعم. بحسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هناك دواء يكتحل به. نعم. روى ابن بسطام بسندهما عن الصادق عليه السلام أن رجلا شكى إليه بياضا في عينه. خلي يلتفت المشاهد الكريم، خلي يجرب القضية اعتمادا على الإمام الصادق سلام الله عليه واتكالا على الله تبارك وتعالى أن الشفاء بيد الله. إذا أراد أن الله تبارك وتعالى أراد أن يضع الشفاء في هذا العلاج وضعه في هذا العلاج. نعم. لكن هذا يرتبط بعقيدتك بالله تبارك وتعالى وإطمئنانك بأهل البيت عليهم السلام. وقلنا في الحلقات الأولى أن الشرط تأثير العلاج الذي ورد عن أئمة أهل البيت، الشرط هو أن تعتمد عليهم اعتماد كامل. الآن هذا العلاج، هذا الرجل شكى إليه بياضا في عينه ووجعا في ضرسه ورياحا في مفاصله، فأمره أن يأخذ فلفلا أبيض، فلفل أبيض العطاطرة يعرفون بعد. نعم. ودار فلفل بعد من كل واحد درهمين ونشادر جيد صافي وزن درهم. هسه أنا أقولهن باعتبار صعبة يعني تهيئة هذا العلاج ممكن للمشاهد صعبة، لكن إذا أحبوا نقدر نهيئ القضية. نعم. للمشاهد الكريم، لكن نقول أن هذا صعبة، لكن من باب الأمانة أنا أنقل ما في الرواية. المهم جيد صافي ونشادر جيد صافي وزن درهم، اسحقها يعني اطحنهن تمام بعد، وانخلها جدا سوي ناعم، واكتحل بها في كل عين ثلاث مراود، يعني ثلاث مراود هنا وثلاث مراود في هذه العين، واصبر عليها ساعة. ساعة يعني ممكن فرد ربع ساعة، ساعة يعني لحظات، هسه شقد فرد 15 دقيقة يصبر، لأن هذا الدواء جدا مؤلم للعين. نعم. لكن جدا نافع للعين، ممكن الإنسان يحس بحرق شديد في عينه لكن خليه يتحمله فرد ربع ساعة. نعم. إيه نعم. واصبر عليها ساعة فإنه يقطع البياض. شوف الإمام شو يقول، ويقطع البياض، بس تحمل الدواء لأن هذا الدواء مقدار حرق بشدة حرقة، بما أنه فلفل أبيض موجود. إيه فلفل. نعم. أبيض كذا موجود، وينقي لحم العين ويسكن الوجع بإذن الله تعالى. ثم فاغسل عينيك، بيش تغسل عينيك؟ بالماء البارد. من بعد ما انتهيت من الكحل بهذا العلاج هالنوبة تغسل عينك بيش؟ بالماء البارد. الماء البارد. ثم واتبعه بالإثمد، يعني من بعد ما خليت هذا العلاج ربع ساعة ومن بعدها غسلت عينك بماء البارد، هالنوبة تكتحل بكحل الإثمد. كحل الإثمد اللي موجود عند العطار. إيه عند العطار. إيه إذا يحب الإنسان يراجع ويحصل على هذا المعنى. فإذا هذا هو العلاج لبياض العين في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بارك الله بكم سماحة الشيخ. طبعا هذا العلاج الموجود في روايات بنص الرواية. نعم بنص الرواية. طبعا هناك استنتاجات سماحة الشيخ من حضرتكم أو المختصين في طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، استنتاج من نفس يعني الرواية. إشارات الإمام الصادق مثلا أو الإمام علي. إيه؟ أو الأئمة الآخرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني معطين إشارة، ما منطي نص. إيه؟ الدواء والعلاج، منطي قاعدة عامة. نعم. ممكن الإنسان يقدر يتخذها. نعم. لبياض العين. بارك الله بكم. نعم يوجد عندنا غسل العين لمدة 40 ليلة بعرق الرازيانج. نعم. 40 ليلة يغسل الإنسان عينه حتى يرتاح من البياض، وبعد ليلة ليلية قطرة من ماء الليمون الطازج تقطر في العين 40 ليلة، يعني من بعد ما غسلت عينك تقدرها متقطر شنو؟ ليمون طازج هذا الخضر. نعم. اي نعم. بعد الماء الليمون تقطر قطرة من العسل الطبيعي، وهذا جدا نافع وفيه شفاء للناس، حيث احنا نستنتج هذا الامور منين؟ لان الله قال فيه شفاء للناس وهو نافع لآلام العين. اذا عندك مشكله في عينك عليك بتقطير العسل، يعني ترقق العسل بشيء من الماء حتى يسيل، سيلان يصير عنده لا يلتصق في العين، ثم تجعله في عينك. نعم. ليليا قبل النوم. الترقيق مهم سماحة الشيخ، يعني بس خلي يعرف المشاهد انه
تخلط الماي بالعسل يعني. اي تراقبها لمود يكون خفيف يعني. خفيف وتقطره بعينه. بس واحد يسمع يقول عسل يعني. شلون تلتصق العين ممكن. نعم. هذا ممكن. نعم. يقول هذا الكلام. حجامة وراء الذان. وراء الأذن يحتجم. وهذا نافع لبياض العين. بعد أسبوعين حجامة الشقيقتين. الشقيقة يحتجم هنا بهذا المكان. هذا أمور خاصة يعني اللي يعرفها الحجام. نحن فقط ننقل القضية لكن الحجام يعرف كيف يحتجم في هذا المكان. يعني مو شغلة كل أحد يقدر يجي يحتجم بهذا المكان. صحيح. هذا يحتاج إلى شخص أخصائي في هذا الباب حتى يستطيع أن يحجم. وهو نافع لبياض العين وهو مجرب. القضية مجربة في قضية بياض العين. تقدر تجرب القضية والشفاء بيد الله تبارك وتعالى. بدل اللي تروح إلى العملية الجراحية وتكلفك مصاريف وتسلب من عندك ممكن سلامتك وضعف على البدن. وتعرف قضايا اللي في العملية الجراحية الموجودة. البدن يعني يعجز من هذه العملية. فإذا تقدر تجرب هذه الأمور البسيطة. إذا ما ارتفعت أنه بروح إلى العلاج الآخر. صحيح. بينما هو الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. إذا أراد الشفاء وضعه في هذا. نعم. وإن لم يرد الشفاء أينما تذهب فلا تحصل على الشفاء. إذا أراد شيئا يقول له كن, كن فيكون. نعم. فإذا علاج عندنا الآن ذكرنا علاج للماء الأبيض. لكن علاج الماء الأسود اللي هذا يسبب العمى. يعني الإنسان يعمى بعد ما يشوف ذاك تتكدر العدسة يقوم يشوف ضباب أمام عينه. إلى أن تصل إلى به الحالة ممكن لا يستطيع أن يميز الأشياء. هسه هنا يقول له بعد روح عالج الطب الحديث. يقول له إذا وصلت إلى الحالة لأنه مو مضرة بالعين. العدسة عندك تتكدر. لكن الماء الأسود إذا نزل على العين فهذا العمى للإنسان. نعم. شنو عنده علاج لو ما عنده علاج؟ نعم ورد في طب أهل البيت علاج لهذا المرض. ولهذا لكن هو من الصعوبة علاج النوع من هذا المرض. ولا ينقل له طريق سوى الدعاء. الدعاء الوارد وبعض المؤمنات. أما المؤمنات الكحل وكثرة العطاس. عليك بالكحل. إذا ما تريد تبتلي بماء الأسود عليك بالكحل كحل الإثمد. وإذا ما تريد تبتلي وعليك بكثرة العطاس. بالسبوع مرة تعطس أقل 20 مرة. ما شاء الله. ما هاي الدول اللي قلنا ذكرنا يستشمه ويعطس. إذا ما يعطسها يعطس أقلا إلى 20 مرة يعطس متتابعة. وهذا يؤمنك من الابتلاء بالماء الأسود. لكن العلاج عندك صلاة الأعمى المعروفة. هاي صلاة الأعمى جاء في مكارم عن أبي المكارم مكارم الأخلاق عن أبي جعفر عليه السلام قال مر أعمى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي تشتهي أن يرد الله عليك بصرك؟ تحبي يرجع الله عليك البصر؟ قال نعم. فقال له توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلي ركعتين وقل اللهم إني أسألك وأرغب إليك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك أن يرد علي بصري. ما شاء الله. هذا يدل على التوسل بآل رسول الله. التوسل برسول الله. وهذه الرواية حتى موجودة في كتب أبناء العامة اللي يقولون شلون تتوسل. نحن نتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الإنسان ابتلى بالماء الأسود يتوسل بالله تبارك وتعالى برسول الله. نعم. يتوسل برسول الله إلى الله تبارك وتعالى إن شاء الله. كما هذا الأعمى رد الله بصره إليه كذلك يرجع لك بصرك. وهذا شيء سهل عند الله تبارك وتعالى. فإذا العلاجات أحدها صلاة الأعمى المعروفة الموجودة. يعني الإنسان إذا يضرب بالنت صلاة الأعمى يجي له ترتيبها وكيف أن الإنسان يقدر يتخذها والشفاء بيد الله تبارك وتعالى. هناك توجد علاجات عامة. علاجات عامة لكل مرض. العلاجات مثلا التوسل مثل ما رأينا التوسل بمحمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. من جملة العلاجات الصدقة. الصدقة وما أدراك ما الصدقة. الصدقة الآن حينما نأتي إلى قضية الصدقة عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله داووا مرضاكم بالصدقة. إذا تريد تعالج مريضك عالجه بالصدقة.
وعن موسى بن جعفر عليه السلام أن رجلا شكى إليه أنني في عشرة من العيال كلهم مرضى، عندي عشر عائلة وكلها مريضين كلهم مرضى. فقال له موسى الكاظم عليه السلام، هذا باب الحوائج سلام الله عليه، داووهم بالصدقة فليس شيء أسرع إجابة من الصدقة ولا أجرى منفعة للمريض من الصدقة. ماكو شيء أنفع للمريض من الصدقة. ولهذا إحنا إذا نجي للصدقة ممكن واحد يقول شلون أدفع صدقة، شنو أدفع صدقة؟ أنا بسرعة اعتبار وقت مجال ماكو، أنا أذكر بسرعة. لذا يقول الصدقة كما ورد عن أمير المؤمنين، الصدقة دواء منجح جدا ناجح الدواء. بعد عن آبائه قال رسول الله، عن أبي جعفر عن آبائه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. وعنه قال الصدقة ترفع البلاء المبرم، فداووا مرضاكم بالصدقة. لكن كيف نداوي مرضانا بالصدقة؟ إلها شروط. الشرط الأول التصدق لله سبحانه وتعالى، ولا يخالطه رياء، ولم يصاحبه أو يعقبه منه. نعم. على المتصدق عليه والأذى، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. فإذا الإنسان يدير باله أن لا يمن على الفقير، إذا تريد تداوي مريضك لا تمن عليه لله تبارك وتعالى. وبعد أن يكون، فقد جاء الآن يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له. المريض إذا يريد يتعالج بالصدقة هو بنفسه ينطي الصدقة للفقير، مو أن ينطيها بالواسطة، لا لا، التأكيد على أن المريض ينطي الصدقة هو بيده المن للفقير. وهذا تأثير جدا له تأثير أن يكون المتصدق. شنو نصدق اللي يرفع عنا البلاء؟ يقول أن يكون المتصدق به من الطعام الضروري. أفضل شيء تنطي المريض عشان رفع البلاء عنك بالصدقة، تنطي الطعام الضروري مثل الخبز مثل الحنطة وما شابه هذا الطعام. ولذا أنت التفت إلى هذه الرواية، فقد روي عن سيدنا أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد عليه السلام أن بعض أهل بيته ذكر له أمر عليل عنده، قال أبوي عندنا مريض سوى، فقال أدعو بمكتل فاجعل فيه برا، وبعد واجعله بين يديه، يعني جيب هذا الطعام اللي تريد تصدق به خلي بين يدي المريض. التفت هاي جدا تعاليم أهل البيت لحصول الشفاء من خلال الصدقة. بعد واجعله بين يديه، وأمر غلمانك إذا جاء سائل أن يدخلوه عليه. يعني هذا المريض نايم بهذا المكان ويخلون الشيء اللي يريد يصدق به من الطعام مقابل المريض، وإذا فقير تدخله داخل يم المريض والطعام بين يدي المريض، خوش أن يدخلوا عليه فيناوله منه بيده. الله، هو بيد المريض يشيله ويخلي بحلقه من ينطيها للسائل، ويأمره أن يدعو له، يقول له ادعو إلي. قال أفلا أعطي الدنانير والدراهم؟ التفت شان المريض، قال له مولاي خويا خل ننطي بويا، خل ننطي الدنانير أحسن. نعم. ننطي فلوس أحسن. قال اصنع ما آمرك به. الله. فكذلك رويناه، يعني جاءنا من رسول الله هكذا، ففعل فرزق العافية. ما شاء الله. فإذا شروط التداوي بالصدقة أن الإنسان أولا لا يمن ولا يؤذي السائل، وثانيا أن يتصدق المريض بنفسه، وثالثا أن يعطي الصدقة من المأكولات الضرورية، وأن يتصدق به ويدخله على نفسه وهو في حالة المرض، ويعطي المريض بنفسه ويطلب من السائل أن يدعو له، وهكذا تحصل على الشفاء من خلال الصدقة. أحسنتم سمع الشيخ، بارك الله بكم، طيب الله أنفاسكم. الله، نسأل الله بحق الحسين لكم التوفيق والسداد إن شاء الله. إن شاء الله، الله بجاه محمد وآل محمد إن شاء الله. سمع الشيخ، أسأل العافية والشفاء لجميع المشاهدين ولجميع شيعة أمير المؤمنين إن شاء الله. سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، شكرا جزيلا. الله يحفظك وأيدك إن شاء الله وأيدكم. نعم أحبائي المشاهدين، نذكركم بصفحتنا إن شاء الله على الفيسبوك، أي أسئلة أو أي آراء حول البرنامج إن شاء الله باسم خادمكم الرادود الإعلامي حسين الأمير. نسأل الله بحق الحسين الشفاء لجميع مرضانا إن شاء الله ببركة سيد الشهداء. تقبلوا تحياتي أنا حسين الأمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم شيخ.